من الشهد إلى الشارب حب علي بن أبي طالب أحلى من الشهد إلى الشارب. إسماعيل بن عباد أو كما اشتهر الصاحب بن عباد كان يشغل منصب الوزارة أو كما يسمى في يومنا هذا رئاسة الوزراء في الدولة البويهية. كان أديباً من الطراز الأول وله الكثير من المؤلفات حتى في الطب. حين تقف على شعره في أهل البيت عليهم السلام تجد الكثير منه مخصصاً لنصرة أمير المؤمنين عليه السلام، وله قصائد يبدأها دائماً بحب علي بن أبي طالب اقتباساً من الروايات المتواترة، كمثل رواية ابن عباس حينما سأل النبي صلى الله عليه وآله للنار جواز، فقال له رسول الله نعم، فقال وما هو يا رسول الله؟ فقال له حب علي بن أبي طالب. الصاحب بن عباد ضمن هذه المقولة في كثير من قصائده، وعلى سبيل المثال للحصر مطلع هذه القصيدة: حب علي بن أبي طالب فرض على الشاهد والغائب. ثم أبيات أخرى بدأها بمثل هذه المقولة يقول فيها: حب علي بن أبي طالب يميز الحر من النغل. وهو كذلك صاحب هذه الأبيات الشهيرة التي يحفظها الآن كل شيعي: حب علي بن أبي طالب أحلى من الشهد إلى الشارب، لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطران قد خطا بلا كاتب، العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب. وقد نسبت هذه الأبيات إلى الشافعي وغيره، ولكن في الحقيقة هي لهذا الشاعر الفذ ومثبتة في ديوانه، فهنيئا له حب علي بن أبي.